الأولوية لروسيا في إعادة إعمار سوريا وفي الاستثمار بقطاعات النفط والغاز والبناء. هذا الكلام نقله عن الرئيس الأسد قبل أشهر وفد برلماني روسي زار دمشق. لكن تمويل إعادة الإعمار شيء، والاستثمار والاستفادة من إعادة الإعمار شيء آخر، فروسيا غير مستعدة للدفع والتمويل، خصوصا أنها تدفع كلفة اليوم الواحد من مشاركتها في الحرب السورية نحو 2 مليون دولار. خلال فترة الحرب وقعت الحكومة السورية عقودا كثيرة مع موسكو، فيما غالبية هذه العقود وتفاصيلها بقيت سرية، لكن أحد العقود مثلا يمنح روسيا حق التنقيب عن النفط والغاز من شاطئ طرطوس إلى بانياس. اتفاقية أخرى وقعتها السلطات السورية مع موسكو وأعلن أن قيمتها مليار دولار لإعادة أعمار البنى التحتية. أما آخر الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الروسي والسوري قبل أسابيع فهي اتفاقية تقضي بتمديد حق روسيا باستخدام قاعدة حميميم البحرية في اللاذقية لمدة 49 سنة ومن دون مقابل. ولا يجب أن ننسى أنه في بداية الحرب وقعت دمشق مع روسيا عقودا عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار. والأهم أن سوريا شكلت لموسكو مسرحا مثاليا للتسويق والاستعراض الحي لصناعتها العسكرية. بازار الاستثمار في سوريا وفي إعادة إعمارها فتح، والممولون عندهم شروط. من هم الممولون؟ وما هي شروطهم؟ يتبع